ومن موجبات النجاة يوم القيامة الحرص على تخير الأصحاب وانتقاء الرفقاء، فإن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد، ومن صحب الأخيار لزم طريقهم طريق النجاة، ومن صحب الأشرار لزم طريقهم طريق الهلاك. وإذا أردت أن تعرف أهمية هذا السبب في النجاة يوم القيامة تأمل الندامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ندامة من صحبوا الأشرار وعضهم أصابع الندم يوم لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض أصابع الندم أنه لم يصحب فلان ولم يرافق فلان ولم يمشي مع فلان، لكن ندامته لا تنفعه يوم القيامة. ولهذا من أراد النجاة لنفسه فعليه أن يلازم الأخيار وأن يصاحب الصالحين وأن يبتعد عن مصاحبة الأشرار، فإن صحبتهم هلكة لمن يصحبهم في دنياه وأخراه.